لسه بنكمل برضو يعني وفي محور مهم قوي بالنسبة لملف تطوير العشوائيات. منظمات المجتمع المدني كان أخبارها إيه في الملف ده؟ عشان كده إحنا معانا أستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء إحدى منظمات المجتمع المدني. يا أستاذ مصطفى تحياتي لحضرتك ومساء الخير. نوري فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنا محتاجة أعرف من حضرتك يعني أهمية منظمات المجتمع المدني في تطوير ملف العشوائيات في مصر، وإيه جهود يعني المجلس بالنسبة لمنظمة حضرتك يعني كإحدى منظمات المجتمع المدني في تطوير العشوائيات؟ خليني الأول أشكر حضرتك على يعني فتح الموضوع ده، لأنه مهم جدا في شراكة المجتمع المدني مع القطاع الخاص والدولة. المثلث ده هم المثلث الرئيسي في التنمية في مصر، بس الأهم من ده كمان إن الدولة بتشتغل على الجزء الأكبر في ملف العشوائيات في المدن، والمجتمع المدني بيشتغل على تطوير القرى الأكثر احتياجا، لأن هي لا تقل أهمية عن المناطق العشوائية، وهي للأسف الشديد هي المصدرة لكتلة سكانية اللي بتتحرك من القرى إلى المدن أو المناطق العشوائية اللي بتتكون في القاهرة واسكندرية. يعني القرى الأكثر احتياجا مش شرط تكون عشوائية ولا إيه بالظبط؟ النقطة دي محتاجة بالزبط. حضرتك يعني توضحها لي. كلام حضرتك مظبوط، هي مش قرى عشوائيه ولا حاجه، هي مش بداها مخصص عام زي بقيه المدن، ولكن هي سبب رئيسي طرد المواطنين من القرى دي، لان ما فيهاش اي مشاريع تنمويه، ما فيهاش حياه كريمه ليهم، فبالتالي بيخرجوا للبحث عن العمل في مدن زي القاهره الكبرى وزي اسكندريه، وبنلاقي ان العاصمه بدا يحصل فيها تجميع او تجمع لبعض المناطق العشوائيه، وبنبدا ندور على بحث زي مناطق الاسمرات واهالينا وقطل عنب وهكذا. فبالتالي الجمعيات الاهليه بدات تشترك مع الدوله والقطاع الخاص تطوير تلك القرى، بقى في خطه كبيره من الدوله مشروع قومي حياه كريمه، واحنا شركاء في هذا المشروع، بنشتغل على الجزئيه مهمه في ان احنا بنبدأ نتحرك على 144 قرية حددتهم الدولة ومجلس الوزراء مع التنسيق مع وزارة الضمان والتخطيط ووزارة التنمية المحلية. الحكومة بتدخل القرى ديت على أساس البنية التحتية والأساسية زي الصرف الصحي، المية، الكهرباء. المجتمع المدني بيدخل على إعادة إعمار المنازل الأكثر احتياجا، وبيشتغل على مشروعات متناهية الصغر، فبالتالي بنحول القرى دي لفكرة من إعادة الإعمار والتطوير والعمل التنموي. فقللنا هجرة الريف إلى الحضر، وبالتالي قللنا كتير جدا تكوين مناطق عشوائية جديدة. الكلام ده حصل في 2019 بشكل عام ولا كان برضو في مجهود من قبل كده؟ لا، خليني أقول لحضرتك إن المجهود ده من عشرات السنين كان بيحصل بشكل فردي عشان نكون صادقين. النهارده اللي بيحصل من الدولة والقيادة السياسية، أو بمعنى أصح وبشكل مباشر، رئيس الدولة بدأ يجمع كل الجهود ديت في تنسيق. احنا الاول كنا ممكن ننزل القريه نعمل دود، نعمل وصلات ميه، نعمل اسقف منازل، لكن ما عندناش رؤيه كامله ان احنا نقدر نوصل صرف صحي، لان التكلفه عاليه جدا. الحكومه النهارده كان يمكن في اجتماع صباح اليوم وزير التنميه المحليه مع الساده محافظين الصعيد، واتفقوا على 400 قريه هيتم رصد ليهم 7 مليار جنيه لتوصيل الصرف الصحي، وهيبقى في مساهمه تقريبا 30% من اهالي القرى ديت، اللي هي دور المجتمع الكل القادرين في القرى، ان ممكن حد يتوفر قطعه ارض لمحطه تحليه. لا، والاهم من كده دكتور مصطفى، ان يعني حضرتك اشرت ان فكره ان في توازي وتنسيق ما بين الدوله وما بين يعني منظمات المجتمع المدني بشكل كبير جدا. طبعا أنا بشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا أستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء إحدى منظمات المجتمع المدني.